فوز ضروري للمجتمع البترولي اليوم سي لو ماتش دو فيغيتي، لو ماتش للفتيات تاع المجتمع البترولي لازم يربحوه. اذا ربحوا هذه المباراه الفون اتر الشامبيون عرب بور لا ترويزيام فوا، بعد الدوره الاولى اللي جرت في مراكش، الدوره الثالثه اللي جرت في اكادير، اليوم في حمامات المجتمع البترولي لازم عليه يربح. في مباراه الذهاب الفريقان تعادلوا 21 مقابل 22، اليوم المجمع البترولي عنده 3 نقط، النادي الافريقي 3 بوان اوسي، وفي المرتبه الثالثه الفريق مقرين بنقطتين. اذا فاز المجمع البترولي سيصبح 5 نقاط، وبعد ما يحوش على الريزلتات تاع المباراه اللي راح تصير غدا ان شاء الله بين فريق كوب لافريكا مع مقرين. دونك المجمع البترولي اليوم elles doivent sortir le grand match pour remporter la Coupe arabe. Un match nul, ils prennent les sabots, parce que un match nul, mais c'est un match mal pétrolé. Les amis, c'est une mubarat migrine, mais avec le club africain, les amis migrine, hier, bah, sinon, ou là, un hasard malium, chose qu'on souhaite pas. Le match mal pétrolé, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, on n'en est pas encore là. Les filles sont décidées à faire un match plein et remporter la Coupe arabe. C'est tout le match qu'on leur souhaite. Allez les filles, allez l'Algérie.
متشيقه برشا، عرفنا كيش نجريو الماتش، حافظنا على السكور في الشوط الاول كيفالك في الشوط الثاني، عملنا شويه ديشي لكن عرفنا كيفاش نجريو الماتش. بنات صغيرات يخدموا على رواحهم، الحمد لله يا ربي الخدمه هذه كل جات بعد تعب كبير، ونشكر برشا ستاف اللي بالحق واقف معنا برشا، والحمد لله يا ربي نهدي الانتصار هذا. الجمهور زاد الكبير نتاع النادي الافريقي اللي عاوننا برشا، والله يعطي الصحه فريق كبير برشا وعريق معروف من قبل، صاحب خبره كبيره ونشكره برشا، وفي بنات صغيرات برشا عندهم مستقبل كبير ان شاء الله. بالطبع نقولوا كان تعبان وتعب، مش كان يعني بدني اكثر منه ذهني، يعني صراحه على كل حال جو تيان فيليسيتي لي في اللي ما بخلوش يعني بالعطاء، مدوا لي عليهم، سيت اون اكسبيرونس على كل حال لينا، سيت اكسبيرونس ممكن يعني شارك فريق هذا راح يزيد العام الجاي يتجدد، اما خطاو خبره ان شاء الله يستفادوا منها في الدورات الجايه ان شاء الله.